متى يعني قد الثانويه العامه في التعليم المفتوح؟ احنا قلنا اخوانا احنا مشكلين لجنه وقريبا جدا هنعلن عن هذا الامر وعن هذه الضوابط عشان نتلقى الطلبات وعشان ايه ده قانون واحنا هننفذ القانون في هذا الامر وما فيش تراجع عن هذا القرار، بس فقط ساعدونا في ان احنا بنضبط الجداول وبنضبط الامور علشان تبقى الامور ماشيه بشكل صحيح وما بقاش في تسريب خاطئ للموضوع، لانه في ناس بعد ما خدت الليسانس خدت الثانويه العامه ينفع مش هينفع مثلا، لازم الثانويه العامه تسبق الليسانس، لازم يبقى في مسافه زمنيه مقبوله بين الحصول على الثانويه العامه وبين الحصول على او دخول الجامعه علشان تاخد الليسانس. احنا عايزين المحامي او عايزين الانسان الجاد الطالب الجاد اللي دخل علشان يبقى يدخل كليه حقوق علشان يبقى محامي علشان يؤدي دوره زي باقي كل زملائه اللي سبقوه في عالم المحاماه.